هاد العائله هذا تألمنا حنايا بزاف، ما عرفنا واش داه البحر ولا سرقوا شي واحد، حنا هاد الطريق بقات تخلطت فيها كاين الناس بزاف، كيجي الناس البراني، هاد الطرق هذا هاد علمنا بزاف وبقى فينا بزاف بحال ولدنا، واخا ماشي الله يكون في العون والديه الله يصبر والديه وعائلته، وحنا هاد الزروبه هذا المرضي وهاد الطريق هذا البراني كيدخل الطوموبيلات وداك الشيء. السلام عليكم، حنا تقصحنا بزاف بهذا الخبر هذا. ودابا حنا ولينا كنخافوا بهذا الخبر هذا، حنا ولينا كنخافوا، دابا عندنا الوليدات، دابا يوقع شي واحد شي حاجه بحال هيدا وداك الشيء، عاد دابا ما عرفناش شني وقع، كل شيء باقي في الغموض، شي كيقول لك طاح في البحر، شي كيقول لك داه، شي كيقول لك كنافه كيضربوه العواول، ما عرفناش فين هو الصح. سمعتيني؟ الصح ما عرفناش، انا بيدي كنت دايز راميناتي، كنت دايز، سبت الناس كيصيدوا. انا قلت لك الخاف كيجينا، حنا عندنا سبعه بنيتات ما كيقدروا لا يخرجوا لا يدخلوا. حنا الخاف كيجينا وليدي. الطوموبيل كنشوفو عاجل هنا كيوقف كنهربو منه. سمعتيني؟ الله يرضى عليك، عاشوف من حالنا وهاد العويل عز علينا مسكين، ربي الحبيب يعاون ونصح. ودا وليدك وش مطفي علينا كفحال مصيبه في شي غابه هنايا، زعما كعوقفوا معنا الله يرحم الوالدين وليدي. السلام عليكم. بالنسبه لهاد الدري هذا بقى فينا مسكين، بقى فينا بزاف، يعني ناس الحومه وعائلته كلشي قلبوا عليه والو ولا يوجد، راه مشكل كبير. لانه خا يخرج الدري مثلا كان في البحر، خا يخرج بالليل ما غاديش تلقاوه، غاديش تلقاوه، الا كان غير الضوء غادي يساعدنا، غيساعدنا بصح، غيخرج شي واحد عندهم العسكر كيدوروا بالليل وداك الشيء، غادي يلقاوه يلقاوه، وخاصنا ربي يديروا لنا شي تاويل معانا في هذا الطريق واحد الطاوله هذا المشكل هذا. شكرا.